انا عايزه اسال بس حضرتك سؤال اخير علشان وقت الفقره للاسف الشديد. هل في بلان بعد كده ان ده هيبقى في محافظات تانية غير محافظه البحر الاحمر؟ والله يا فندم احنا بنشجع، احنا عاملين حمله توعيه جامده جدا، وحطبها شبه البحر الاحمر كجزء وجمهوريه مصر العربيه ككل. بالنسبه للتوعيه، ان اي مؤسسه تانية تقوم ده في اي محافظه تانية، احنا مستعدين نقف جنبها من اي ناحيه تكنيكال او اي نواحي فنيه، بحيث ان هم يبتدوا المبادرات دي في اماكنهم. واهم حاجه في الموضوع ده عشان ينجح هو توفير البديل اللي كل الناس بتتكلم عنه، تمام؟ رغم ان البدائل كانت موجوده من سنوات طويله، لكن الناس بما انها اتعودت على البلاستيك، البدائل دي ان احنا هنوفر شنط بالمجان، تمام؟ اللي هي الاكياس معاده التدوير المحمله الجامده اللي تقدر تحتفظ بيها في البيت، ست البيت لمده سنتين ثلاثه بنفس الشنطه، تقدر تروح بيها الماركت وترجع تاني سوق الخضار، تمام؟ فهو ده اللي احنا بنحاول عشان ما حدش يقول طب انا اعمل ايه؟ فهو ده دور هبته مع شركائها ان احنا هنوفر مئات الالاف. انا اسفه جدا جدا، وقت لا الفقره أبداً خلص، وان شاء الله ان شاء الله تبقي معانا المره الجايه علشان يعني حضرتك بتعملي حاجه حلوه جدا بالزبط. وحاجه مؤثره وحاجه ايجابيه، وان شاء الله يعني نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله، وتبقى كل ده في جمهوريه مصر العربيه كلها وفي العالم، ليه لا ان شاء الله. شكرا يا استاذه هبه.